اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القوي القادر الايدي القادم الحي القيوم العلي العظيم سلام قول من رب الرحيم عزيمتي من الرحمن ونبيه سليمان إلى جميع الملوك الجاني والقبائل والعساكر والجنود والأعوان من كل طائع وعاصي وخواني ومريد وشيطان الأمانة الأمانة فهذا أحد سيدنا سليمان الذي أخذه على سائر القبائل الجان أقسمت عليكم أيتها الملوك العلوية والأرواح الروحانيات بتحشى شقون أغلى غليهوني غلاهوني تكون لاسمائه طائعين ولداعه راجعين ولاسمائه العظيم الاعظم خادمين ومقربين بعزه بدحاش تهشلان تهشلايون اشماخ شماخ تمليخ العالي على كل براخ هوراني هوراني بارخ بارخ عزرين أزرين خر من في السماوات والأرض طوعا لعظمة المالك الجبار أقسمت عليكم بشمرا خيثا أخيثا أخيثا كلموثا كلموثا طلموثا طلموثا يوثا يوثا جلجال جلجال حلجيج حلجيج جلجت شمس في مواحجي وزلزلت الأرض بما فيها والجبال برواسها فاحترقت الجن والشياطين والعفاريت المتمردين وجنود ابليس اجمعون وجميع الارياح والأرواح المتكبرين الذين لا يجيبون داعي الله من أي جنس كان من أي رحط يكون من أي قبيلة ومن أي ملة هو متعلق بها أجب يا مذهب ويا مرة ويا أحمر ويا برقاني ويا ويا أبيض ويا ميمونة أبا نوخي ويا فقطاشي ويا طارشي ويا أبا دباجي ويا أبا ظريفي ويا أبا عقيفي ويا أبا محمد الغواصي ويا أم زمازيمي أنتم وخدامكم وجميع من هو تحت طاعتكم وكونوا لأسماء الله طائعين وَلِدَعْوَةِ مجيبين وساعدوني في أمور كلها القلية والجزئيات بحق الملوك الآخذين بنواصيكم وبحق, الاس وبحق الاسم الذي تأهدتم به عند باب الكبير بعل شاقيش بعل شاقيش

أجيبوا بالسمع والطاعة وحسن المعاونة بحق ما أقسمت به عليكم وبعزتي برحتي برحتي كرير كرير تتليه تتليه توراني توراني مسجال مسجال بزجاجيل بسججيل ترقاب ترقاب برحاش برحاش غلماش غلماش خطير خطير

تو ياشين تو ياشين شمخ ناموحين شمخ خبروخين شام خبروخين بك هكاهجين كجل كلامين كجل كلامين أحيا شرهيا أحيا ها هي نما هي أدنا سباوتي آلا شدايا أحيا شرهيا أدنايا سباوتي أسباوتي دا حميثا دمللول ال ميتطورون مالخ ملخي كزنون شمخ شمخيثا مشله الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون أسرعوا بالطاعة والحضور فإني أقسمت عليكم بالسبع بسبعة الأهود والسبعة المواثقة وسبعة الكلمات الرقيات المانعات الدافعات لكل داء شافعات كافيات يا سيهونا يا ميراهونا ويا ميهارونا يا مظهرونا يا مظاهرونا يا محظرونا يا نوني والقلام وما يسترون يا شيطخوثا يا حتلميثا يا شمخ يا شمخي خاشن يا جبريل يا ميكائيل يا صرف يا إيل يا عن يا يا نور يا 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 شر نط يا ويا غلمش هيائيل يا ملائكة النور أين أنتم وحضوركم في هذا المقام الساعد وقضاء حاجتي أجب أيها الملك العظيم وسيد الكريم ما تطرون المواكل بجميع الأرواح والأرياح وأظهر سري والبرهان وعمر اعوانك دعيائل وحميائل ان تنزل كنزول طير من السماء بسخطي والعذاب الشديد على كل من دعوته وتخلف عن طاعتي من كبائل الجن والشياطين والأرواح والأرياح المتكبرين ويسجرونهم ويكرهونهم حتى يأتوا إلي طائعين بحق هذه الأسماء وبحق الاسم الله العظيم الأعظم الذي ألوه الذي أوله آل وآخره آل وهو آل شلع يعو يا أبي ياه بياه ياه ياه أياه أياه أح 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 وحي وحي بتقيه بتك بتكفال بسعي كعي مميال مطيع لك يا آلٍ ما أعظم اسمك يا آلٍ ما سمع اسمك روح وعسواه إلا وقصت جناهاه وصعق واحترق. إسحاق يا آلٍ جل زريالٍ وذريال أجيبوا يا ما أجيبوا يا معاشر الأعوان الكرام وفعل ما أمرتكم به الحاكم عليكم ما تطرون عليه السلام بشعشعات شعشات شعشعتها النار يا معاشر الأعوان سبوه قدوس سبوه قدوس رب الملائكة والروح ترتعد الملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمدي لا إله إلا هو له الحكم وإليه المصير وهو على كل شيء قدير أقسمت عليك أيها السيد ما تتعرون. أنت وجميع الملائكة المذكورين في هذه الدعوة العظيمة أن تجيب دعوتي وتكون في طاعتي وتوكل على قضاء حاجتي حتى يحضروا ويحضرون في مجلس هذا ويمتثلوا أمري ويقضوا حاجتي أقسمت عليك يا سمسمائيل وأنت يا أحمر بحق الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبحق من خلق فصوى وقدر فهدا وبحق من امره مطيعين للخلائق اجمعين وبحق امره بين القاف والنون انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أجيبوا 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 أجيبوني وافعلوا ما أمرتكم به. أقسمت عليكم بحق العزيز المعز في عز عزه وبحق من تجلى للجبال فجعله دقا وخر موسى صاعقا من حيبة نور جلاله العظيم الرفيع الشعني إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وبحق كسفيائيل وميمون وبحق لاش لاش وبحق النور الأنوار وسر الأسرار ومالك الملوك والملكوت لا إله إلا هو الكبير المتعال أجيبوني بحق. مع يهوب محياحوب يحوب مع يحوب ذي اللطف الخفي يا الله يا ساطع النور والبهاء أجيب يا أَحْمَرُ كالبرك الخطيف والرياح العصيف وبحق ما هو مكتوب على قلم القدرة وهو الفاخي الفاخي الطاخي الطاخي أزعاجي أزعاجي أقسمت عليكم بحقي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مسرعين طائعين لأسماء الله رب العالمين ومن يزغ منهم عن أمرنا نُذِكْهُ من عذاب السعير يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب دعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يعزعون وحشرناهم فلم نغدر منهم احدا. وقالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير هيا هيا ألوحا ألوحا العجل العجل الساعة ساعة بارك الله فيكم وعليكم يا معشر الأرواح روحانية